أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عمت البلوى اليوم بوضع الصليب على الملابس والمفروشات وغيرها، لكن بأشكال مختلفة تصل إلى 100 شكل، والسؤال: هل كل شكل يشبه الصليب يعد صليبا أم للصليب شكل واحد؟ الصليب المعروف أنه تقاطع، تقاطع على شكل إنسان مصلوب، ممدودة يداه، خط أعلى وخط معترض يشبه يدي المصلوب، هذا هو الصليب اللي يسمونه عرقات، شكل عرقات. نعم.